بهدف تأطير ومؤسسة الاتفاقيات التجارية بين الأردن وأذربيجان، زار السفير الأذربيجاني إلدار سلموف غرفة صناعة إربد اليوم. السفير قال إن حجم العلاقات بين الأردن وأذربيجان ليست بالمستوى المأمول، حيث أن العديد من الاتفاقيات الثنائية التي وقعت بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية لم تفعل على أرض الواقع، ما يستدعي العمل على تطويرها مستقبلا، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتطوير التعاون بكافة المجالات. رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان بدوره أوضح أن التبادل التجاري بين البلدين ضعيف، حيث يبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى أذربيجان مليوني دينار، فيما تبلغ الصادرات الأذرية للأردن أقل من نصف مليون دينار. دي هدف رئيسي لزيارة محافظة إربد بشكل عام لتطوير العلاقات بين مناطق الأردنية ومناطق الأذربيجانية مباشرة. طبعا عندنا إمكانيات الكثيرة في مجال الاقتصاد، في مجال الزراعة، مجال التجارة والصناعة، وكمان في مجال الثقافة. نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون وفتح آفاق التعاون بين رجال الأعمال الأردنيين والأذربيجانيين في المستقبل القريب لزيادة لهذا التبادل، وأيضا يكون هناك فتح آفاق مستقبلية في القريب والمتوسط والبعيد للاستفادة من الإعمار المستقبلي للمنطقة أو للإقليم في العراق وفي سوريا أيضا، كون تربطنا معابر وحدود بين سوريا والعراق.